والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا نشهدك أننا سعداء بكوننا مؤمنين بك، ونحسن عبادتك، ونحسن تربية أنفسنا على ضوء ما أنزلت من القرآن وأحاديث قدسية، وما أنعمت به علينا من سنة نبينا الزكية عليه صلاتك وسلامك. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركات ورضوان. نواصل إن شاء الله وببركات منه الحديث عن بعض آيات من سورة النحل. نبدأ توا بآية 70. يقول ربي سبحانه وتعالى: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لسنتين إلى الزايمر ستيرا لكي لا يعلم بعد علم شيئا، ريغريسيون دي ميموار ايتو دي ميموار لامنيزي برسك توتال ستيرا لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. انتهت فرصة متاك، ما عادش عندك ذاكرة، ما عادش عندك حافظة، ما عادش عندك علاش تعتمد باش تراجع نفسك، لأن ما عادش عندك المخزون مشاء، لأن ما عادش تراجع نفسك. وأنا فما رحمة ربي يرفع عنك المسؤولية من فضله تعالى، لأن ولاية بيولوجية قاهرة ما يضيعلكش ربي الفرصة اللي يكون مشتاق من نعمي وتسهيلاته وتسامحه والمجهر. لو شيء كبير هذا مسألة كبار السن كيف رحمهم الله، وشيء من الأشكال الرحمة شيء كبير، إن شاء الله ربي سألنا ونفسرها إن شاء الله. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. عليم علاش خلقنا وعلاش توفانا صغار ولا بطون امهاتنا ولا كبار، ولا توفانا عند المراهقة وفيها صلة بالإرهاق، دخل على علي التغيير في البدن وفي البيولوجيا وفي الفيزيولوجيا والجانب النفسي والجانب الاجتماعي، دخل بعضه ولا باللي ضاق به السبل ولا يفكر كيفاش يدخل على سلوكات هي برشا مخاطر لعله يتخلص من الهم اللي هو فيه، وهذا كذلك من وحي الشيطان. والله والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ان الله عليم قدير. والله ورع عليم الصغاريه قدير الصغاريه تبحر، وعندكم ما شاء الله المراجع ما شاء الله. والله يعني العلم يتهيئنا يعني علماء، وقت اللي يصطادوا في الماء العكر يعبوا ياخذون يشيل العلم ولا علم لهم، خاصة لكم أهل صلعة والعياذ بالله. والله فضلنا بعضكم على بعض الرزق، هذا ما فماش هي انفيستي إليميتي الرزق، لا في صفاء الروح ولا صفاء الفكر ولا صلاح العلاقات. كنا ما تحدثش على أموال فقط وعلى نياشين وعلى السلطان، كل شيء رزق، أي أوصله الله سبحانه وتعالى ليختبرنا بالنعمة وسعة المال، كما يختبرنا بالنقمة علينا لعل نرجع قبل ما النقمة توسع وتولي تسكر أبواب التوبة. ولا مجرى ونبلوكم بالخير والشر فتنة. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا بإرادة رزقهم على ما ملكت أيمانهم. وأعطانا صفة من أشباه هي في واحد يخدم فيك، عمرك ما تفكر باش تعطيه جزء من رزقك باش يولي كيفك. قال إذا كان تعمل هذا أنت نهاية في الإنسانية ونهاية في علو الأخلاق والإيمان، وتقبل باش اللي كان يخدم فيك يبطل ويمشي يشد لقاءه يتخلص من مأونة خدمتك. شيء كبير، شيء كبير، لازم تفرش
خاصة القرآن بطريقة طريقة ذكية مفتوحة على كل أوجه الحياة. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا برادي رزق من ملكة أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. قريت كل ما عند ربي ويجحدوا بالنعمة كلها، وقت يا ربي حتى صورة أنا ما مش قادرين عليها ويفكروش فيها ويرفضوها، وربي بالعكس ينعم ينعم ومش بحاجته بعبادتك. لا تنقصه عطية في مخازن انعام، ولا تزيدوا عطية تقول هذا في سبيل الله، هراك ليك انت تمهد. والناس غافلة لما الوقت اللي مش يعاون على معروف تعليم جوال والعلاج أبدان ولا عقول ولا سلوكات، يبالو حاجة يمشي تمزى بها على الخلق. احنا ما عندناش من يفسد يفسد الضيعة. يعني السعي اللي يكون تطلب يا ربي بالمن سقط الأجر والعياذ بالله. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. ريت جحود وكفر وعذاب إن لم ينتهي بهم الأمر إلى التوبة، ما نام من عند التواب سبحانه وتعالى. والله جعل لكم من أنفسكم أزواج، كذلك هذا ميدان كبير ياسر، أزواج يكونوا في معونتك يعني، ولا بالعكس يضربوك بدون شفقة في غيابك خاصة ولا بحضورك عندهم، بحضورك نومك تختلي بمن يزورها وانت وقت في النوم الطويلة والعياذ بالله. يا ناس راكم ما كنتش فاهمينش معناها الزوجة. الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال لنا فيما معناه تنكح المرأة لأربعة: جمالها، حسبها، لمالها، لدينها. فاضمر بذات الدين تربت يدك. هكا جاي يوري فينا مرشد الميرجي قم بأفضل هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله جعل لكم من أنفسكم، وقال آيات اللي في أزواجنا وذريتنا من أعداء لنا، كما سيدنا نوح عليه السلام تلا امرأة كانت تخون في العقيدة وكانت عين عليه في بيته، ومرأة سيدنا لوط عليه السلام كذلك. والله جعل لكم هون وعد السورة هذه كان يختم ربي كما حط جزء نساء فاسقتين، حط جزء نساء صالحتين، امرأة فرعون عندها صلة بالله ممتازة وطلبت من الله أن يبني لها بيتا ويغنجها من عمل فرعون ومن آزره. وبعد كر سيدة مريم البتولة عليه السلام، ثم سيدنا عيسى الذي لا أب له، سيدنا عيسى عليه السلام. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، ولكن الريق بتاع الكنائس أو جاء تحمل عيوبنا وجرائمنا مرحبا بي، حل تولانا في حل نحن نحب. وشلكت الشعوب بطريقة هي الكنائسية الملتوية غريبة والفاشلة في مفعولها في الناس، خليته خاصة المملكة المتخذة عملت عولق حتى في الصين، عملت عولق في الصين وتجارة المخدرات وكان عجبك. يعني الآن اليوم العجوز المقيتة ولا تتأن وتوري روح على ما يوصل حتى أذى. يا سيدي اللي أنت زرعت فيهم الحرمان والإذلال، اليوم خرج جيل اللي يحضرك في ولايات مكانتك في العصبة، حطها في بالك كما تدين وتدان، هذه سنة الله، ولن يظلم ربنا أحدا. ورجاء بعدها وعرقت علي الكلبة دي الولايات المتخذة ولا أوروبا المتخذة ولا العرب المتخذين، كلكم في نفس غرقين في نفس سياسة الظلم والعدوان والكذب الفتان.
والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم وهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، فما آية أخرى تفصل ذلك. مودة ورحمة بين المؤمنين والمؤمنات، مش عندكم أنت إلا في قليل الناس، وذوكم أهلي مش يكونوا مؤمنين كبيرا وخيرا. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم ونات بين ربي، اللي مش الجنس هو اللي لبينة اتحاد الطرفين الكوبلة ذاك، لا وقت يأتيها كحيوان وهي حيوانة نجسة يحس اللي اقترب وبقي ينكم اقترب ذنبا وزاد قمر بإيره فاسد، قل لك ربما عندها كما عندها أسنان بين شفت وراء شفتيها كما عندها أسنان في مهبلها الفاشل، ويدخل الخوف وتضرب العنة وبرعت، وبعد يولي عيفها اللي يكون لوثها بمني فاسد ولو منا مش فاسد من حيث التجرذم، فاسد من حيث هو عمل عملية ليس فيها رضا الله أبدا، والعداوات ومشاكل الطلاق والعكاسات على الجيل اللي جابوه الله أعلم بهم الصلب بهما أم لا، وكذا حدث ولا حرج. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم كافرون يكفرون. هذاك هو الشيطان يزم يعملك، هو يحب صدق ظنوا فيهم ويعبدون من دون الله، قلنا العبادات فيها أشكالها ظالمة، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، لا يملكوا ولا يقدروا على الملك، فلا تضربوا لله الأمثال. شوف ربي كم هو راحم وكم هو ناصح، دوجت الإله وحدها ولله المثل الأعلى، مش قرار حتى بدوجة، أغلب البيداغوجيات نابعة من ناس ليس لهم بيداغوجيا، وحنا نراه برقيبة شعمل وبنالي شعمل، ما ندمر كل سبيل يأتي بتربية صحيحة. أكتبوا اليوم تعانيوا من وبعض تمجدوا فيهم وتحنوا إلى عهدهم، جابوا لكم البلاد وردوكم تضربوا بعضكم راس براس، ولا وطنية لكم، تقعدوا الوطنية وأنتم أكبر أعدائها، ولا أخوة بينهم قالوا إحنا أخوان في الله وأخوات في الله، وين؟ أنا شرعوا فيه إلا في القلة وربي يبارك فيها، والله لو كان مش القلة ذيك ربي يمسخهم ويجلزلكم ويهبط عليكم ريح حمراء، مش غياب العملة الصعبة هل أنتم سميتم صعبة عدة صعبة عليكم الحياة تخدمون الاسم يعدي زادة ليش بتاع لعب اسم كنت تذكر اسم او توبي او تفكر به كل ذلك عنده انكسرت على حياة غيرك. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض، يعني هنا الرزق اللي جاي من السماوات والأرض ما يكون كامل عند الله، مش ما عند ذلك تتوقعوا منه أن يرزقكم حتى يرزقوا له، وثم حتى يوجد له وجود، يعني بنات أفكاركم الفاسدة رضيتوا عندكم أرباب، وعندكم كذلك إعجاب بالمغنية الفلانية بالراقصة الفلانية بالكاتبة الفلانية بالروائية الفلانية بالمائرة على الرقعة والمجال، ما عندهم حد شيء، لكن أنتم غرقين لديانات، زيدوا على برمجكم، زيدوا كفر على كفر ونفاق على نفاق وتورط على تورط. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هنا يوفى الحديث وفوق كل ذي علم عليم فيما بينكم، أما العلم الصحيح المطلق يكون كان عند الله ولا يشارك في أحد، والله لا يقبل أي شركة في النية وفي القول والإشارة
وسلوكي وكل ما تسعون فيه الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، وسأحاسبكم بقدر نيتكم وبقدر صدقكم أو عدم صدقكم. نسأل الله السلام والسلام على من اتبع الهدى.